mirovî re çitin hani a aile heşmet ketin em wî cilên xwe dixweşîn gelek at'îmû at'am silû l-erham silû l-erham gelî ew su xezreciya eve çend salên şerê diken bes e pêk werin silbûn şer bila bes bî silû l-erham sallû bil-leylî wan-nâs nîyâm taqeke ruhiye nivêje şevê bikin nivêje şevê bikin dê yanî rabbil alemîn taqê de te hebe جزاوي يا رسول الله جزاوي يعني شاب حشتي بعذاب تدخل الجنة بسلام يعني عندك أنا عذاب شنو يا رسول الله بلى قال لك عذاب شنو يعني شنو بحشتي عذاب قبري عذاب يعني محشري عذاب صرصراطي عذاب جهنم ده والعياذ بالله بس عندك تيم بسلام كيش كنا فرشارنا قضانا ذي أخلاقينا هذه أول خطبة في غنبري أبو أول خطبة في غنبري أبو معنى دي جهري كتب يا رسول الله زيد الاني ولا دفما وميفون ام يا رسول الله اذا ورا پیغمبر شبكت عليه الصلاه والسلام بيشتكي او بيشتكي ان دي كيف لي خد تعالى ابو يحل كل مشكله وحي بفرق قلت اما حشتر دي خد امر يوي كتب تشتكي ادي تشيري هنا پیغمبري حل وخلاص الحمد لله خد تعالى خلاص كلام جري يعني دي كيف لي مش مذكر مش من هم يحسد كان شو مالك اه پیغمبر اخد وقت يركب قلت دعوها فإنها مأمورة الله دعوها فإنها مأمورة خذي دي أمري ويكت هم حشت الرب وغشو تخيلي بك همي بر خدني يا رسول الله شندي حكيمي يا رسول الله ده شو وزيكا جابنا ده بلا بلا زي ما دفته بلا نا نا پیغمبر صلى الله عليه يعني تفيد جاري دلا دلا بكريت دلا بكريت نظان عندك دلا ترافينا نظان عندك دلا شتينا أبو سلمانج رب بابا كلمة طيبة صدقة أخ نخوش يعني تو بس يعني عند جرامة شنكي دشة يعني خلاص فيت إلا يعني جنب راخو عجز كده دشة ما ندشة ميت خراب لا نبوش إن أزيد دشة كباش هذا خنا خوش بيجمي أس أبد بلا بلا خراب شو بيتاو أس يا قصة كريت نابش في غنبر يوصب عليه الصلاة والسلام دل كاسة نت إلا دل عندك كمينيت أبد أزدي ناكم كده شو تشيل خد تعالى قوت بهلا حش ترتشو جيمس جفت في غنبر عليه الصلاة والسلام خزيك يعني خلك مدينة صار إن شن جهتين في غنبر يقول تعرف جهاب بحشتن بحشتن احط جاك البحشت روضه نبينا من برا پیغمبري صلى الله عليه وسلم ونبينا مالا پیغمبري كوفي قبر بويا قبر پیغمبري شكي قبر ويل مالوي بيجيت روضه من رياض الجنه پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني افان جها افبنا يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام بقي بيش جاك البحشت يعني صارت اجتهدت اذا شعرت تماما البحشت أفا يعني حكمة خدي تعالى صغير إن شو بحشتي شو يعني أفا بقعك إيش بحشتي أفا بحشتي تلفيري خدي تعالى شكل خدي الدنيا بدل بيت عرض بدل بيت شكل الدنيا بدل بيت قرآن بيجيتن يوم تبدل الأرض غير الأرض كرا عرضي بيت بحشت كرا جزاك بحشتي جزاك بحشتي روضة والله العظيم سرب هوستك روضة خدي برسقها وهمي وكت شرة سرب هوستك يعني بس إكرام بيتو تشجي بس وير روضة ومحفرة وير كاسكا محفرة مزقفتة في غمبري همية صورة بس وير كاسكا يعني هم تو تنافس تاريخوش تجدراكي تنافس قرآن ويري بهلي تنافس سنة خلاص ببيل ويري هم هر تذيب شفرش ويري بي يك ساعة جي بيستو چار ساعة يا رسول الله افا چو اقنا تتأسيد كد چو اش تدلا دا افا چار دا قرم سر بچون يك ساعة بيستو چار ساعة تب چي خالينينا يك ساعة إلا بتعدائي شرطة بين خالي كان بوچه بجن دورجن كايا دجنك بين هذا بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة پیغمبر عليه الصلاة أفقدرها في مدينة يعني خوزيك تخلقها مدينة هكا پیغمبر نتشوى مدينة وخبري پیغمبري في قبل مدينة نبا كي مدينة نياسي كي دشتري صحرائي كي هذا يعني تو وقت تبخو قبيل كي من أف دينة قرت مجيانا پیغمبري خات مدعوه پیغمبري كر خوزي تعالى دي قدري دي تمن خوزي تعالى دي حشمتك قلت تعالى دي قيمتي ده تمام خلاص صادق به ان يتاخد رزقه حاجه كنا پیغمبري بكد اللي خذ عليه الصلاه والسلام خذ دي قديده ده اللي بحشت ده ده الاخره ديش قلت شفاعته پیغمبري بس قد كات شفاعتي كات پیغمبر صلى الله عليه وسلم سربن بر خد انا حشتري تشيت تشيت جيمس قفته پیغمبري ليش مش بري مس قفته بيت كير يا ويري قدر خد يعني رب العالمين درس كاتيف ده البشريه تخرى شيا ويري مال مال كلنا مال خالد ويلي بنو نجار خالد پیغمبري عليه الصلاه والسلام ها يعني كانما يعني رب العالمين بريقه بحش تري درسك اني شو امه تدت يا امه صله الرحم اي پیغمبر بيش تغير عاد يعني ام والله خالد خو يعني افنتشك يعني تمشي جهك تمشي عردك مروفك تيل ويرزون وتنشي يعني افا دليل دلمانيا دليل يعني رب العالمين سبحان الله بريقه بحش تري بي پیغمبر احراج ببيتن پیغمبر صلاه خد السربن تشيتن والقلوانه ويعني ابو ايوب الانصاري هيك دوله من دايا زيد تشتري پیغمبر يتبطل مالخ
خلاص يعني شو هم دلوري بيت بيغمبر شديد بطن صحابه بشتي بيغمبر عليه الصلاه والسلام بين انه صحبه القلد كان اني بجني يا رسول الله دشي الف ما ودشي الف ما بش كومه تشد من اين المتاع؟ قلت لي المولى ابو ايوب، قلت الرجل مع متاعي يعني ظلام القلد شد خوي يعني بيدري كسب لي ما دام كانما بجدن دليب ويا في خطوه يعني قال انسانتين يعني خب مرينيت الندري بس كنت مردن خب مردين دي الدف ما بي دي يعني خذ ضادي خوي دي يعني لا ابو ايوب الانصاري زي غلي دافرن يعني اشتا كاسي دي نافري يعني كانما في غنبري كيف هو بهاد اف مبادره اف مردينيه اف ميفانداريه اف قدر قرتنا هم زيد شتبتا زيبتا كاتشتي من قلت مولا قلت ظلام القلد شتخو الرجل مع متاعي يعني خلاص بيدين يقول كان ما وجه قانع كرن في غنبر عليه الصلاة والسلام اشتكي لي اشتا مالا أبو أيوب الأنصاري اجا خوزي كت أبو أيوب الأنصاري هاريك تخيل بكت يعني في أبو أيوب الأنصاري ظلامك ظلامك بس چه ظلامك اف شرف خد يا داوي جرى ظلامك باش لو في غنبر مالا تبيت يعني تصوري بكاني يا ربي تشكي وصانا بيت امشان في غنبر بكين يا ربي افرجت ماهن يعني رمضان يعني روجت بيروزن روجت خيرين هرش ما تخيل بيت بيجتك يا پیغمبر مالا مدا بيت يعني دي شرم مش پیغمبري كم مش بلاقتي جبي تصويري جبي تشكري جبي يعني اول مالا منا بيت صوتي دا بيت يعني پیغمبر ميوامن بيت عليه الصلاه والسلام مالوي كي بلا ابو دو دو ما زلك سر مزلك يا رسول الله يعني تدي شيء طابق سري قلت انا ابو ايوب بو يا رسول الله قلت ميوان قالك بومتين بس ديز عجاك قال خليت الدفن ويعني من نفت أس فيزر أزيت يعني خد إذا وقف يا رسول الله خدي أم يعني دل ما نقرد أم سربانة كرابين بيتخو بيغمبر بن داوود خد يعني أخذني في قدرية لا بيغمبر يعني رب العالمين رزقي يبرم مالوي حفت هيفا بيغمبر مالا بايو ولا صار قلت ديك أيوب يرجع كي جرق دسيدة وجرق دسيدة شكست شبكة صار قال لك صار يعني طبعا يعني خدي برسقيا كده شو مدينة مدينة بشبك قال لك صار يعني أختي مدينة إيش نيم زاني موضوع في حديثه يعني شو أبو أيوب دجتا شبكة عند صار وما بطنك كتني هاي تشتي واي كيمبو وجرق جيش كست وأم ترسيان أفسر يبي غمبري دبشت خاري عليه الصلاة والسلام آه يرجع أو ديك أيوب يبيقفا وشابلينو أو أفهمي بي بطنك وما نبص ما يبي بطنك ان كايوبي قلت يا ابو ايوب قلت اقول جارك دي هرجش بيغمبري بيو بيجي وبلكي قوانا بيتو حول مساله بو بيجا قلت يا رسول الله قلت وش بدي خير من نفسينا خير قلت ما قلت ترسين تشبكي قاوا بسري بيغمبري بيو قلت ابدا نشين بنفين يعني بيت ما سرسري تدا وحي بو تتش عثمان يا رسول الله يا بيغمبر دلك دلاو بدك تنراو تشوت سي خبرنو شو نسري او مال اخو بيغمبر صدق السربن بيجيتن قال جرا يعني ابو زاد وشيت كروت هذا القلب قال دي بايك يعني نبي احرج بيغمبري قال قلت يا رسول الله ما امدي زاني بوتا اني نام وتني يعني نبي انت اذا بزاد بدبر اش داف خد برا بيغمبر يعني شنينا شنيه هاتي بيغمبر عليه الصلاه والسلام زاد بر قلت ما بر خد داسيني كي كترت بيغمبر ايش كير خارينا قلت ايش بر بركته دستي مشوره فخر رجا كي يعني سيني كي كتبان بر خد داني شتي خوزينك زوري با قال عيب زمو ديك يوبيها بيغمبرينا خاري عليه الصلاه والسلام بلا بو قلت له دفتش مسيرجي يا رسول الله قلت له زاد نخاريه قلت زاد